تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة للملتقى الحكومي 2019. هذا نصها. صاحب السمو الملكي العم العزيز الوالد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرفع إلى سموكم الكريم أسماء آيات الشكر والتقدير على رعايتكم الكريم للملتقى الحكومي 2019 للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس مدى حرص سموكم واهتمامكم بتنفيذ رؤى وتطلعات سيد حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يدعم أهداف مسيرتنا التنموية الشاملة التي تصب في صالح الوطن والمواطن. صاحب السمو، إن رعاية سموكم للملتقى الحكومي 2019 تؤكد على نهجكم المتواصل لتطوير منظومة العمل الحكومي الذي أرسيتم دعائمه المتينة والبناء على ما تحقق من منجزات نفخر بها وكان لها عظيم الأثر في تحقيق ما نصب إليه من نماء وازدهار للوطن وتحقيق التطلعات المواطنين. إننا اليوم وفي هذا الملتقى بنسخته الرابعة نحرص جميعا على المشاركة فيه من أجل استعراض المنجزات التي تحققها مختلف الجهات الحكومية وتشارك كذلك من خلاله مع القيادات التنفيذية بالحكومة نحو مواصلة رسم الاستراتيجيات والخطط التنموية بما يسهم في صناعة الفرص المستقبلية الواعدة للجميع، سائلا الله أن يوفقنا لخدمة مملكة البحرين وتحقيق التطلعات المنشودة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطن، داعين الله العلي القدير أن يمتع سموكم بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يسدد على طريق الخير خطاكم وأن يوفقنا جميعا لخدمة مملكتنا الغالية. ودمتم سموكم سالمين موفقين، ابنكم سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا نصها. صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، اطلعنا بمزيد من السرور على برقية سموكم المهنئة لنا بمناسبة النجاح الكبير الذي حققته النسخة الرابعة للملتقى الحكومي 2019 والذي عقد تحت رعايتنا وبمبادرة كريمة من سموكم، وإننا لن نعرب عن اعتزازنا بجهود سموكم المخلصة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي يتواصل تحت قيادته الحكيمة تحقيق المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين. ونؤكد على أن استمرار انعقاد هذا الملتقى يعكس ما تلونه سموكم من جهود طيبة تسهم فيما نسعى إليه جميعا من أجل تطوير أداء القطاع العام وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخطط التنموية للحكومة تحقيقا لما فيه خير الوطن والمواطن. وإننا لعلى ثقة بأن نتائج منتدى هذا العام ستشكل إضافة مهمة على طريق تطوير الأداء الحكومي في مختلف مجالات العمل، وستدفع إلى رفد مختلف الجهات الحكومية والقطاع العام بالمزيد من التأثيرات الإيجابية التي تسهم في تحقيق النتائج المرجوة. داعين المولى عز وجل أن يحفظكم وأن يوفقكم فيما تبذلونه سموكم من أجل الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.